يلا دكتورنا العزيز سم نبي نجلس معاك يعني ما بقى احد الا باقي احد بس عاد على ما يجون الشباب دقيقه يا مشعل ها نبي نسولف مع الدكتور شوي الدكتور صالح الحمد يعني مسيره طويله في هذه الحياه ما شاء الله تبارك الله حافله من سفريات ورحلات ما شاء الله حول العالم ومع ذلك ما يزال الدكتور ابو عبد الله متمسك بالموروث والاصاله وينافح ويدافع ويطالب ويعاتب حتى من يعني يحاول انه يعني يبتعد لو شيئا قليلا. ابو عبد الله كلمه جامعه لموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا وحياتنا الاوله والمعاصره. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر الكلام هذا كله يقول لك اللي في المثل الشعبي اللي ما له اول ما له ثاني. يا سلام. ولذا يا سلام يجب ان على الانسان او يجب على كل انسان القدري يتقين عاداته وتقاليده القديمه لان تلك العادات كلها عادات جميله وهي منبثقه من تعاليم ديننا الاسلامي. ومهما على الانسان ومهما راح ومهما جاء ومهما الا انه يجب ان يرجع الى الأساس وتربيته الأساسية التي تربى عليها في هذا البلد الكريم وفي مقدمة التربية الإسلامية التي تربى عليها التي يأمرنا بها ديننا الإسلامي والقرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا نحيد ومهما كان من تغيرات اجتماعية حدثت يجب أن الإنسان يراجع نفسه. صحيح أنه هناك اختلافات حدثت ليس قبل 50 سنة أو كم أو 60 سنة. الناس لو شفت الوقت اللي هو قبل كذا اختلف الوضع تماما. طيب أنا بسألك قبل ما يختلف الوضع بعضهم يقول الدكتور صالح الحمد دكتور يعني عاش في تعليم وعاش في وكل يوم في رحلة في خارج المملكة ويعني البعض يستنكر يعني أو لربما لا يعلم أن الدكتور صالح عاش يعني طفولة حتى قاسية جدا ورعى الغنم وامسى في البر وما زال حتى يرددها في كل مكان وفي الحمد المجلس. لله الحمد لله هذا شيء يعتز به الإنسان مهما كان والله الحمد. ولا جينا نسولف مع الدكتور نبي يعطينا من رجع للذكريات وللطفولة وحياة الأكاديمية كان حتى يعني ما عاد يهتويها. والله يا أخي هي الأساس والهدف من هذا كله أنا حسب وجهة نظري أننا نقول للناس أيها الناس أول شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي تعيشونها وعلى أن هيئ لنا ولاة أمر يتعبون علينا ويسهرون من أجلنا وأمنوا لنا بعد الله سبحانه وتعالى كل متطلبات الحياة. وأن اللي الله أعطانا هذه الأشياء هذه في الآن النعمة والرفاهية وكذا ممكن يجي يوم من الأيام نحن ننتكس الله المستعان. الدنيا ما طيب يعني بسألك يا دكتور أقول وش أكود وأقسى ليلة مرت عليك في صغرك وأنت عند الغنم مثلا ولا يمكن هايضك لكن أنا مشتاق لحديث الذكريات. والله لا عادي ما في شيء أنا مرة من المرات اسمعوا يا متابعين اسمعوا أنا كنت مرة من المرات هاضل. تعرف شو معنى هاضل؟ هادف يعني راوي جاي للحوش مضبوط طيب. ولكن عندي تعليمات مشددة أني ما أجي بالغنم إلا بعد مغيب الشمس مرة عشان ترعى. اي لا ترعى فجئت ووصلت الغنم كانت شبعانه مره ما شاء الله ربيع وشبعانه المفروض من الظهر ارجع للحوش. ما تعرفوا العلف من اول لا 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 ولا ندري وش الشعير ذا ولا الله يكرمكم الحاجات. فلما رجعت الغنم تبي الحوش واللي عندها عيال واللي عندها كذا فتعبت انا في ردها وكان عندي تحدثت فيه موضوع اخر هذا عندي تيس شخصيه قوي وهو اللي يساعدني هو اللي رعاه التيس هو اللي رعاه وياد عطي الله فأنا من التعب نمت تحت الشجرة قلت كذا بنسلح هنا جاني النوم. الغنم طبعا ما صدقت بخبر وياد ساعدها الظاهر وراحت وظلت
أنا نم راحة وأنت قاعد. أنا استمريت في النوم، قمت في الليل ما أدري أي وقت طبعاً، كل يوم أنا صغير ولا عندي ساعة ولا أدري، لكن القمرة مشعة. كم عمرك يا أبو عبد الله؟ عمري يحدو بس 6-5-6 كذا. بزير. إيه ما من أول ترى نتحمل المسؤولية يا جماعة الخير. والله ولا هو أنا الحالي، ترى كل المجتمع في ذاك الوقت كلهم يتحمل المسؤولية، يستون في ذاك العمر ويشتغلون ويجردون النخل، هذه خلها بعدين. وأنا قمت وأمشي ففوجئت وأنا قلت كذا ولا الذيب يمشي بجنبي مرة، ما بيني وبينه إلا يمكن بدون مبالغة ما يتعدى المترين ونص مترين كذا. حافظ الله. فأنا في تلك اللحظة خلاص ما عاد عندي التفكير، عندي أغلق، ما عارف أفكر ولا أدري شو، معي عصاي لا وهو يطالعني كذا وأنا ما عاد أدري شو أسوي، بس ظليت أمشي وقلت وكنت أنتظر الضربة القاسية يعني إني يطمر علي. نعم نعم، ولا عندي ولا أطمر علي ما بعد، خلاص انتهى. في هذه الأثناء شوف رب العالمين ما ينسى أحد، جاء عطي الله يسميها كاليوم صياد، صياد وهو كلب أليف جميل أنيق، أوه صديق في نفس الوقت، ولا يوم شافها الديب، شوف الديب على أنه ديب من يوم شاف ذا ورا. أنا رحت وجدت المسؤولين نايمين، ما حد اندرابك ولا حد اندرى انت مسيت ولا هدفت ولا ونمت وانا طول الليل بس كذا. المهم الصباح حصل لي بعض الامور، الغنم تهضل. سبحان اللي صبرك وانت صغير. وين ما نقدر، وين روحك، وين غدي، وين اروح؟ شاه طلع سرحت وعلى جرة الذئب والكلب أكرمكم الله المشاهدين. أيه. وبعد 3 كيلومترات تقريبا وجدت الذئب مطروحا على شجرة قدر فيها صياد كلب. نعم، وقاتل من هنا غايلة من هنا لين انتهى صياد اللي هو الكلب. أيه. نعم والله صياد السعب. هذه من الأشياء اللي يعني حقيقة ما أنساها وأكررها دائما. لا في احاديث كثيره، ولعل برنامج مراجل نخصص لنا حتى فقره مع الدكتور صالح الحمد، نقول مع الدكتور صالح الحمد، لان حديث ذكريات وحديث يا اخي ايضا المتابع يشوف الحقبه اللي انتقلنا لها بسرعه. سبحان الله، يعني من سبحان الله من شرف العيش ومن فقر ومن تعب ومن معاناه الى رخاء ورفاهيه الجميع يحسدنا عليها. قبل أن نستقبل المتسابقين المتقدمين البقية، نرحب النجم الإعلامي المعروف وجه الشاشة المألوف محمد مفرح. الله يبقيك ويطول عمرك أبو حسام، الشخص اللي على الصعيد السوشيال ميديا ما نحب بعض وبيننا مناوشات واجد، لكن على الصعيد الشخصي نحب بعض. شرف كبير أني أتواجد بين أساطير من السوشيال ميديا والإعلام، الله يوفقنا وياكم. عادل هيفي بيتكلم. عادل هيفي تفضل. طال عمرك بن عدل. مايك عندك. شكرا ابو مرح، وفرصه سعيده وجودك اليوم. اول عمرك. ايضا ينضم الينا عادل بن هيف، مقدم البرايمات المعروف وصاحب اللازمات المعروف وصاحب الافيهات. قلنا افيهات بيزعل علينا ابو عبد الله، صاحب العبارات. نعم. المشهوره العبارات صح. نعم. ابو نايف تركتنا يوم، يعني وش قصدك فيه؟ وش عندك فيها؟ والله يا ابو حزام، اول شيء خليني اعتذر عن التاخير الامانه، هذا اولا. ثانيا الله يبيض وجهكم جميعا، دكاترتنا واعضاء اللجنه كذلك. والله اني جونا اتابع البث المباشر. انا اعتقد برنامج مراجل حتى اليومين اللي طافت هذا انا كنت في الخرج. والله العظيم يا جماعه الخير، تبي تعرف صدى البرنامج، انزل الى الشارع دائما. صحيح. والله العظيم ان الثناء طبعا عشان لا نبالغ، هم يقولون كبداية شد الانتباه. من يشاهد السوشيال ميديا يعتقد أن البرنامج في مثناته في منتصفه، ما يعتقد أن هذه تصفيات، لكن أسأل الله أن يطرح البركة، والقادم بإذن الله أنها أجمل بحول الله وقوته يا أبو زيد. يا مرحبا ومسهلا. عطنا يا مشعل